اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقه مطبخ رؤيه لليوم. طبعا انضمت لنا زميلتنا الرائعه رند الديسي، الله يصبحك بالخير. صباح الورد. صباح الفل. وأحوالك؟ صباح الفل والياسمين. صباح الجمال. بتعرفي إشي عن حميه الكبد الدهني؟ ما هذا حميه الكبد الدهني؟ هلا بسمع ان في ناس عندهم دهن على الكبد، بسمعها بس بعرف شو هي. اذا هي حميه هل اللي حكته صحيح؟ ما حقول لك الا لما توقف تغني الاغنيه. طب خلاص انا راح افنيه الصوت، اعطيني صدى الصوت يا رني. لا 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 لا, طيب. لا, لا, لا. عموما بدنا نحكي عن حميه الكبد الدهني. بدنا نحكي انواعه، صح، اعراضه، الاطعمه اللي ينصح تناولها، الاطعمه اللي ينصح تجنبها. تمام، شو هو؟ قولي لنا. عادة بشكل عام الكبد الدهني اللي نحن بنسميه الفاتي ليفر ديزيز هي نوع من أنواع الأمراض، بحيث إنه الشخص بصير يتراكم عنده نسب دهون عالية على الكبد. أوكي. الأسباب بتكون متعددة، ولكن من أهم هاي الأسباب إما إنه الكبد الدهني بيكون بسبب الكحول أو بيكون مش بسبب الكحول. إذا كان بسبب الكحول فهو زيادة استهلاك الكحول هي اللي عم تؤدي إلى تراكم الدهون على الكبد. هاي بنسميها فاتي ليفر الكحول. أوكي. ديزيز. الثانية بتكون بسبب، مش بسبب الكحول، ولكن مثلاً السبب الرئيسي لا للأسف بيكون هو البدانة. آه. خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين أو الأشخاص اللي بتعاني من مقاومة الأنسولين. كمان ما ننسى إنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل بارتفاع نسب الدهون بالجسم معرضين بشكل أكبر للإصابة بتراكم الدهون على الكبد. وكمان عندي هي الأشخاص اللي عندهم أعلى، يعني زيادة وزن أعلى من الطبيعي لفترات كتير طويلة، يعني مش انه هو ولا نصح بفترة ورجع عدل لا. وزنه لا، هذا الشخص دائما عنده زيادة في الوزن، وهي هذه الزيادة متراكمة. وكمان هو السبب الرئيسي هو الأغذية اللي هو عم بيتناولها، هذا الإشي بيؤدي الى تراكم الدهون على الكبد. هلا امتى بتصير هاي مشكلة؟ عادة كل معظم الأشخاص انواع، خلينا نحدد الأنواع، اما من الكحول او الغير كحولي. او الغير كحولي. الغير كحولي هو البدانة، الاكثار من الاطعمه المصنعه، اذا عنده مشاكل بمقاومه الانسولين، عنده ارتفاع في نسب الكوليسترول والدهون بالدم، بالاضافه انه هو عنده زياده استهلاك الاطعمه الغير صحيه والمصنعة. الاطعمه المصنعه ولا الاطعمه اللي فيها دهن؟ كله يعني كله كلهم. بس في اطعمه فيهم دهون صحيه وبالعكس. أوكي. بتحفز الكبد على انتاجيه الدهون ويتخلص من الدهون اللي موجوده، بدل ما انه هذا الدهن يتراكم على الكبد بشكل عام. تمام. هلا بشكل عام طبيعي انه الدهون تكون متواجده على الكبد، يعني ما بتاثر. اذا انا عندي نسبه دهون على الكبد هاي ما بتكون خطره. امتى بتصير خطره؟ لما يصير تقل هذا الدهن اكثر من 5% من وزن الكبد. هون بصير في عندي، نحن بنسميه فاتي ليفر ديزيز، هون بصير في عندي مشاكل في تراكم الدهون على الكبد، ولازم انه نحن نتدخل بطرق غذائيه علاجيه لنحل من هاي المشاكل. طيب قبل ما ندخل بالطرق العلاجيه، انا كيف بدي اعرف انه انا معي في أعراض كتير بتأدي إنه أنا عندي مشاكل بالكبد؟ من أهم هاي الأعراض الشخص إما بيكون في عنده إصفرار في العيون. لما يكون عنده أي فحص دم بشوف إنه في عنده مشاكل. في إصفرار بالعيون؟ مش دكتور أنا. ايوه ام اقول لك هلا او لا لا اخذ على حكي. تمام. الاصفرار بالعيون في مرات هو بسبب ارتفاع نسب البيلروبين بالجسم. لما يعمل اي نوع من فحوصات الدم ممكن يشوف انه انزيمات الكبد بتكون مرتفعه. لما نشوف في ارتفاع في انزيمات الكبد بنلجا انه نحن نعمل الالترا ساوند لحتى نشوف الكبد بشكل عام ونشوف مدى تراكم الدهون ان وجدت عليه. وكمان في عندي الاعراض المختلفه، مثل الشخص بصير عنده صعوبه بالنوم، ارق دائم، عدم الرغبه بتناول الاطعمه، الغثيان، الاستفراغ في بعض الحالات، بصير دائما هيك شهيته كتير قليله، وبيؤدي انه هذه الشهيه القليله تؤدي الى خساره في الوزن، يعني الشخص بحس حاله مش منيح. لا شهيه كثير قليله، ولا حدا من الموجودين هون معه شو اسمه هذا حميه الكبد الدهني، ولا واحد، انا اذا في هاي من الاعراض. هم الاكثر عرضه باصابه بمشاكل الكبد الدهني اما الاشخاص اللي بتاخذ نسب كبيره من الادويه للاسف، او الاشخاص اللي عندهم بدانه ومقاومه الانسولين. الله يشفي الجميع، والله شيء صعب. كثير. طيب شو شو ممكن يعمل الدايت؟ طيب تتخيل اذا احنا اخذنا دايت عالي جدا بالدهون ممكن يقلل دهون الكبد او يرفعها؟ استني عيدي السؤال، سوري سرحت. اذا اخذنا دايت عالي جدا بالدهون ممكن يقلل دهون الكبد او يرفعها؟ لا انا رح افاجئك اقول لك يقللها. بس يعني هيك اظن. يعني هاي الدراسات الجديده كلها عم تتوجه نحو الحميه الغذائيه الكيتوجينيه، ولكن لازم تنعمل بطريقه صحيحه ومدروسه. بترجى من الاشخاص جميعا ما يلجأوا للانترنت، المصادر الموجوده على الانترنت خاطئه.
وبتؤدي الى ارتفاع في نسب الكوليسترول عدا عن انخفاض نسب الكوليسترول. اللي بصير بالحميه الكيتوزيه انه نحن بناخذ نسب دهون عاليه صح، بس هاي الدهون ما بتكون بتشكل تقريبا 70% من احتياجات الجسم، فبضل عندي هاي 30%، بصير الكبد بيتحفز على استخدام الدهون الموجوده فيه لا ينتج منها الدهون اللي الجسم بيحتاجها. فإذا على سبيل المثال بدنا نفكر فيها، احتياجات جسمي من الدهون هي تقريبا 100% باليوم، احنا بناكل 70%، بضل عندي ديفيسيت 30%. هاي 30% الكبد بصير ينتجها من الدهون الموجودة فيه ومتراكمة عليه لحتى يستخدم هاي الدهون أكيد في إفراز أو إنتاجية الهرمونات. طبعاً الدهون بتفوت فيها بشكل عام، الخلايا والسليلر ممبرين سبعة الخلايا هي كلها من الدهون. فبهاي الطرق، بالطرق الغذائية العلاجية، باتباع نظام غذائي الكيتوزي الصحيح، بنقدر إنه نحن ننزل نسب الدهون المتراكمة على الكبد بدون ما نحن نرفع مستوى الكوليسترول بالجسم. هاي أول طريقة ممكن نلجأ لها. ثاني طريقة عند هدول الأشخاص هو الامتناع التام عن السكريات والسكريات المصنعة. رح تلاحظ أنه يمكن السكريات بتشكل ضرر أكبر على الكبد من الدهن نفسه، فأنا بخاف من السكريات المصنعة والسكريات بشكل عام. وثالثاً إذا ما عم بتبع نظام غذائي كيتوزي لازم أخفف دهن. أوكي. فيا أنا بمتنع عن السكر وبعلي الدهن، إذا ما امتنعت عن السكر بنزل الدهن. تمام. أوكي. طيب، احنا للاسف ازف الوقت، وواضح ان المعلومات جدا مهمه قيمة. وقيمه. شكرا. شكرا لمعلوماتك القيمه دائما رند. يعطيك الف عافيه.